هنا المهم بقى كابتن احمد، مواجهه الوداد الوداد المغربي في نهائي دوري الابطال. كنت بقول انه ده اهم مباراه للكره المصريه كلها في الموسم. يمكن هرجع بيك فلاش باك في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه في ماتشات افريقيا، ولو ماتشات نهائي مثلا بطوله افريقيا او كاس عالم، كانت ايه الحاله اللي بتبقى موجود حواليك انتوا كفريق؟ يعني انت احساسك كان بيبقى ايه كجمهور، كاعلام رياضي، كمؤسسات دولة؟ يعني حالة الدعم اللي كان الفريق بتاع النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي بتحسها وهي رايحة أو داخلة على ماتش مهم زي ماتش نهائي ده؟ بص، يمكن أنا اللي مطمني بشكل كبير جدا إن احنا كل المباريات أو كل النهائيات اللي خدناها في دوري أبطال أفريقيا خدناها بره ملعب. يمكن من أولهم كان صفاقس، مش كلها بس يعني أغلبها، أغلبها احنا خدنا ترجي. 10 بطولات أعتقد 6 منهم جبناهم بره الملعب، بره الملعب. أيوة. كان صفاقس بره، ترجي في ملعبهم، بره، ترجي بره، كوتوكو بره، قطن الكاميروني كنا بره. ده اللي مطمني ان النادي الاهلي برغم انا بشوف ان من الظلم ان انت تلعب فاينل في بلد المنافس، ان انت تلعب في المغرب، فدي برضو صعبه جدا. ولكن مش ع... ما كناش انا بتكلم قبل المباراه، مش عايزين نستسلم لده، مش عايزين نستسلم الحاله دي. لا لا، احنا نحن لا نعرف الاستسلام بس خالص. فدي المقاومات دي زي ما بتكلم حضرتك عليها، ان هي عند اللعيبه، عند اللعيبه، ودي بتحقق التارجت دوت او بتحقق الهدف بتاعها. فعلا كان راجع ان اللعيبه قافله على نفسها بشكل جيد، وهنا اوضه اللبس اللي بتكلم حضرتك عليها مع اللعيبه الكبيره، الثقه، قيمه النادي، ده اللي بيبان. الاجواء اللي احنا كنا بنتعرض ليها كانت ضغوط، يعني الضغوط بتبقى علينا، لكن كنا مع اللعيبه. كنت كتر الاجتماعات اللي كانت بينا وبين بعض مع اللعيبه الكبيره اللي بيخرج الضغوط اللي جوه اللعيبه، فده مهم جدا الكلام حتى مع اللعيبه. حاله التوتر ممكن تتحول لحافز؟ يعني طبيعي جدا اي لعيب داخل يلعب مباراه نهائي بطوله كبيره، انجاز هيتحسب ليه هو شخصيا، يتكتب في تاريخه انه حقق اللقب ده مع النادي الاهلي، بيبقى في لازم يبقى في سنه توتر. انا فاهم ان كل واحد بيحاول يركز في الماتش ويحاول يركز في التمرين والاستعداد والكلام ده كله عشان يطلع احسن ما عنده، بس في حته توتر، في حته قلق، في حته خوف. ما ده دي مشاعر انسانيه. هي خوف وتوتر بيقلب بطريقه ايجابيه في حته حرص، بيدي حرص للعيبه بشكل كبير جدا، حرص في الباص، حرص حتى ان انا اغلط، بيدي بشكل كبير جدا، لكن مش تخوف. التخوف هنا هيعم على الفريق كله، هيبان في الاداء. لكن زي ما بقول لحضرتك، المقاومات عند لعيبه النادي الاهلي، هم عندهم الثقه وعندهم الشخصيه وعندهم شخصيه الاهلي. دلوقتي بقت لعيبه كلها، وخصوصا ان المجموعه دي او الجيل دوت لما يحقق البطوله الثالثه على التوالي، انجاز كبير جدا هيضاف للعيبه، انجاز كبير جدا هيضاف للجهاز الفني، واكيد الحافز والطموح دوت عند اللعيبه. أيوة. مع طبعا قائد زي الشناوي، مع اللعيبه كلها الكبيره، السوليه، ايمن اشرف، وليد سليمان، كل اللعيبه، مش عايز حد، قفشه، ربيعه، كلهم عندهم الحافز والطموح ان الموضوع مش خوف، الموضوع مش قلق، مش توتر، لكن مسؤوليه بشكل كبير جدا. وفعلا اللعيبه تبقى عند حسن الظن حتى في المباريات الكبيره، وده اللي احنا مطمنين بسببه اكيد. 11 قدام